السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جئناكم بقصة تهز القلوب وتجعل العيون تدمع. إنها قصة حدثت في عصرنا هذا، تشبه في غرابتها علامات الساعة التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نتحدث عن إعصار ميلتون الذي ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية وأحدث دمارا هائلا، ولكن الأكثر إثارة للدهشة هو ما رأى الناس فيه وما اعتبره الكثيرون علامة من علامات الساعة. الإعصار كان قويا جدا ودمر كل ما في طريقه حتى بدت الأرض وكأنها قد ابتلعت كل شيء. وبينما يتساءل الجميع، هل هذه عقوبة من الله؟ هل أراد الله أن يرسل لنا رسالة بأن نهاية الزمان قد اقتربت؟ ترى ما الذي جعل الإعصار يضرب هذه المنطقة بالذات وفي هذا الوقت تحديدا؟ سنستعرض معا ما يقوله الخبراء وما يروى في الأحاديث النبوية عن علامات الساعة. سنغوص في أعماق القصة لنتعرف على الأسباب التي قد تكون وراء هذا الحدث، وهل هو مجرد ظاهرة طبيعية أم أن له دلالات أعمق. ابقوا معنا حتى النهاية، فقد تجدون في هذه القصة دروسا وعبرا تغير حياتكم وتذكركم بأن الله على كل شيء قدير. يعرف الإعصار بأنه أحد أقوى الظواهر الطبيعية التي قد تواجهها البشرية، فهو عبارة عن عاصفة هائلة تبدأ من منطقة منخفضة الضغط الجوي، وتشتد رياحها وتحمل معها سحبا كثيفة تتساقط منها أمطار غزيرة. يعرف الإعصار من أقوى وأشد الكوارث البيئية التي تصيب الأرض، وغالبا ما يتسبب في موت مئات بل آلاف البشر، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية. قد يصل خطر الإعصار إلى الدرجة الخامسة، وهي أقوى درجات الأعاصير وأكثرها تدميرا. إعصار ميلتون ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية بطريقة غير متوقعة. كان يحمل رياحا عنيفة وأمطارا غزيرة جرفت كل شيء في طريقها، خلف وراءه دمارا شاملا لم ينج منه البشر ولا الحجر، حتى بدت المدينة وكأنها أصبحت مدينة أشباح. ولكن الغريب في الأمر أن الإعصار جاء بعد سلسلة من الأحداث التي جعلت البعض يربطون بين هذه الظاهرة والعلامات التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. ففي الأحاديث النبوية ورد أن من علامات الساعة الصغرى كثرة الزلازل والكوارث الطبيعية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج، وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. ورغم أن الإعصار بذاته لم يذكر كعلامة مباشرة من علامات الساعة، إلا أن كثرة الكوارث بشكل عام تعتبر من دلالات اقتراب نهاية الزمان. ربما يتساءل البعض، هل هذا الإعصار مجرد ظاهرة طبيعية تحدث باستمرار أم أن هناك رسالة إلهية وراءه؟ في القرآن الكريم يقول الله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. يعتبر الإعصار أحد جنود الله، يبتلي الله به من يشاء ويعاقب به من يشاء، وهو رسالة قد تكون تذكرة للبشر للعودة إلى الله والتوبة من الذنوب والمعاصي. في حالة ميلتون يقول البعض إن الأسباب التي قد تكون وراء غضب الطبيعة وربما غضب الله تعود إلى انتشار الفساد والمنكرات والعرى والفساد الأخلاقي في المنطقة. فقد شهدت فلوريدا انتشارا كبيرا للملاهي الليلية والحفلات الصاخبة والرقص غير المحتشم، ويعتقد البعض أن هذا الانفلات الأخلاقي هو أحد الأسباب التي جعلت العقوبة الإلهية تتجلى في شكل إعصار مدمر. قبل وقوع الإعصار صدرت تصريحات مثيرة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي قال بأن الولايات المتحدة دولة عظمى ولا يمكن لأي شيء أن يقف في وجهها.
البعض رأى في هذه التصريحات نوعاً من الغرور والتكبر الذي يتعارض مع حقيقة أن البشر مهما بلغت قوتهم يظلون عاجزين أمام قدر الله وقدرته. بعد الإعصار تم نقل بايدن إلى المستشفى إثر وعكة صحية، ما جعل البعض يربطون بين هذه الأحداث ويعتبرونها عقوبة إلهية. إن الإعصار والكوارث الطبيعية بشكل عام ليست بالضرورة عقوبات، بل قد تكون اختبارات للبشر أو تذكيرات من الله لعباده كي يعودوا إلى طريق الحق. من الضروري أن نفهم أن الله قد يبتلي عباده بالمصائب ليختبر إيمانهم وصبرهم أو ليطهرهم من ذنوبهم. عندما ننظر إلى التاريخ نجد العديد من القصص عن أقوام غضب الله عليهم بسبب كفرهم أو فسادهم، كما حدث مع قوم نوح وعاد وثمود الذين عذبوا بالكوارث الطبيعية بسبب أفعالهم. وفي القرآن الكريم ذكرت قصص عن أقوام دمرت بالزلازل والعواصف والطوفان. كل هذه القصص تذكر البشر بأن الله قادر على كل شيء، وأنه قد يعاقب أو يبتلي من يشاء من خلقه. قد يكون إعصار ميلتون مجرد ظاهرة طبيعية، وقد يكون رسالة إلهية تذكر الناس بأن الله قادر على تغيير أحوالهم بين لحظة وأخرى. من المهم ألا نغفل عن العودة إلى الله في مثل هذه الأوقات، وأن ندرك أن القوة والعظمة الحقيقية ليست في امتلاك السلاح أو المال، بل في قدرة الله عز وجل الذي يدير الكون بأكمله. إن هذا الإعصار يذكرنا بأن الحياة قصيرة، وأن الإنسان مهما بلغ من العلم والقوة يبقى ضعيفاً أمام قوى الطبيعة التي يسيرها الله. علينا أن نأخذ العبرة وأن نستغل هذه الفرص للتوبة والعودة إلى الله. اللهم يا رب السماوات والأرض، نسألك في هذه الساعة المباركة أن ترزقنا رحمتك ورضاك. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وارزقنا الهداية والتقوى. وفي النهاية إخوتي وأخواتي، علينا أن نتذكر دائما أن الله يرسل لنا علامات ومواعظ في كل يوم، لعلنا نرجع إليه ونتوب. الإعصار، الزلازل، الفيضانات، كلها جنود من جنود الله. قال تعالى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فلنستغل هذه الدروس ولندعو الله أن يحفظنا جميعا من كل سوء، وأن يبعد عنا شر الكوارث والابتلاءات. نسأل الله أن يهدينا ويثبت قلوبنا على الحق، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين جميعا. سبحان الله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا على متابعتكم، ونسأل الله أن يجعل هذا الفيديو سببا في الهداية والنور لكل من شاهده. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة لتصلكم كل المواضيع الهادفة والمفيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.